أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي غضب المتابعين من تصرف مسافر على متن الخطوط الجوية العراقية. ظهر بمقطع فيديو صوره بهاتفه الشخصي وهو يتجاوز على أحد مضيفات الطيران، مما أثار ردود فعل كثيرة على مواقع التواصل طالبت جميعها بمعاقبة هذا الشخص بتهمة القذف والتشهير والتجاوز على امرأة عراقية أثناء عملها. دعونا نشاهد هذا الفيديو. سيد مالك ما عينها وسيد مالك سبع الكوت كلام الله ما صرحها بصخالها صخالها مو طما سهل هلا هلا بيجي سيد مالك مو طاب تر ما سرحت عينك بطيارة والله طيارة ما شركة طيارة. مشاهدينا، تعليقات غاضبة كثيرة جاءت على هذا الفيديو، نقرأ بعض منها. دكتور سجاد كتب: من سخرية القدر أن تطأ أقدام أمثال هؤلاء البشر الخطوط الجوية العراقية، نطالب الجهات المختصة بسحب الجواز منا ومنعه من السفر لإطلاق المصطلحات اللا أخلاقية بحق الموظفة التي وجدت لخدمة المسافرين. كريم القاسم كتب: بالإمكان التعرف عليه بسهولة وخاصة عند عودته من خلال التعرف على صورته وإقامة دعوة قضائية وتغريمة الحق الشخصي ومنعه من السفر على الخطوط الجوية ليكون عبرة لغيره. أما ذو الفقار فكتب: كل شخص يعكس بيئته وتربيته، وهذا إنسان يمثل واقعه وموجودين كثير من أمثاله ونحتك بهم يوميا، لكن المشكلة أصبحت متفاقمة بسبب مواقع التواصل والموبايل اللي سيء أمثاله هذا استخدام الموبايل.